اللي جاوت لنا العز المغاربه في خاطر النهضه البركانيه واللي بغيها او في خاطر سيدي فوزي القجع وسيدي ماجد مدران او سيدي حكيم قدها ويستاهل واللي بغيه او سيدي منيب وتشاش في خاطر سيدي المكنه انا واللي بغيه او اللي ما بغيش المكنه في خاطر المغاربه كان معكم ماجد مجد. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم.